فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي ثم يقول إذا صليت الظهر مع الجماعة في بلدي ثم سافرت بعد الصلاة، وعندما خرجت من البلد قمت بصلاة العصر قصرا مباشرة. لا، ما يجوز هذا لما يدخل وقتها. إذا دخل وقت العصر تصليها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.